إلى ذلك أعلنت الحكومة على أن هذا الاعتداء لن يعرقل من سير الانتخابات الرئاسية المرتقبة الأحد القادم، مقرة بأنه سيتم نشر أزيد من 50,000 شرطي إضافي في كامل أرجاء البلاد، وذلك لتأمين مكاتب الانتخاب من أي انفلات أمني أو تهديد إرهابي. وللحديث عن هذا الملف يلتحق بنا عبر الهاتف السيد عبد الحميد العربي شريف العقيد السابق والخبير الاستراتيجي. سيادة العقيد، أهلا بك. سيادة العقيد عبد الحميد العربي شريف معنا عبر الهاتف، وكذلك من تلمسان يلتحق بنا الأستاذ بن صايم بونوار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تلمسان، أهلا بك. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. البداية ستكون بسي عبد الحميد العربي الشريف، لا أدري إن هو معنا عبر الهاتف أو لا. نعم أنا معك في العائلة، أتابعك. أهلا بك. إذن سؤالي الأول سيادة العقيد، كيف تفسرون أن الأجهزة الأمنية في فرنسا سبق لها التحقيق مع منفذ اعتداء شانزليزي مساء أمس، وهو معروف لدى المصالح الأمنية، لكن في كل مرة يقع اعتداء إرهابي في فرنسا كما قلت يظهر أنه معروف لدى الأجهزة الأمنية، هل هذا يعني ضعف الأجهزة الأمنية فيما يخص المتابعة اللصيقة لهؤلاء المشتبه فيهم، أم هو إهمال من قبل الشرطة الفرنسية لمنفذي هذه الاعتداءات الإرهابية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم، يعني الإسلاميين المتطرفين الإسلاميين يقوم بعمليات، هم تقريبا في كلهم معروفين لدى الأجهزة الأمنية، وكلهم يعني بين قوسين يخضعون لمراقبة دقيقة، ولكن أشك في دقة المراقبة، لأن أي إنسان في مدن كبيرة مثل باريس أو مارسيليا أو يتنقل صعب أنك تسيطر عليه وأن يكون تحته، وكذلك هؤلاء العناصر هذو ليسوا بالسهلين، يعني سذج الذين يستطيعون أن يكونوا لطعم سائر لجنة الاستخبارات أو لجنة الأمنية. لذلك كذلك القوانين الفرنسية من الصعب على أجل الأمن أن يعني تكون عندها سيطرة ميدانية فعلية ومتابعة دقيقة لكل عنصر. نحن نعرف أن فرنسا يعني لوحدها أكثر من 700 إرهابي دفع بهم بطريقة مقصودة من أجل الاستخبارات الفرنسية وبمباركة وزارة الخارجية لإسقاط الدولة السورية وإسقاط الرئيس بشار الأسد، وها هي اليوم تحسب النتائج العكسية. هذا من جهة أخرى سيدي، داعش هي بكلام بسيط هي الذراع لأجل استخبارات غربية. سيادة العقيد استسمحك فقط، سنواصل النقاش لكن الآن سيرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر بتوقيت الجزائر ثم نعود إلى سيد عبد الحميد العربي شريف. بالحديث دائما عن اعتداء يوم أمس في جادة شانزليزي، هولندا قال اليوم بأن قوات الأمن ستكون أكثر يقظة بنشر أزيد من 50,000 شرطي خلال الانتخابات الرئاسية، لكن المتابعون للشأن الأمني في فرنسا يتخوفون من هجمات إرهابية أخرى سواء في الجولة الأولى أو الجولة الثانية من الرئاسيات. يعني أنا أقول لك يعني توزيع هذا الكم وهو في الحقيقة لطمأنة الناخب الفرنسي فقط لا غير. أما أقول لك المشكلة اللي يوجد اليوم عند الأمنية الفرنسية بصفة عامة هو أن هذه الأجهزة الأمنية على عكس الجزائر يعتمد على الوسيلة التقنية على حساب تكوين الفرد، العكس ما يجعلنا نحن في الجزائر. نحن في الجزائر قلة الإمكانيات التقنية يعني والضعف في أيامات العشرية السوداء كونت نخبة من الرجال المختخص الرجال الأكفاء في استخبارات باعتماد على كفاءة الرجل، كفاءة وإمكانيات الرجل في البحث والاستغلال عن المعلومات. أما اليوم نجد الأجهزة الغربية ومنهم فرنسا يعتمدون على استغلال الوسائل التقنية، وهذه الوسائل التقنية دائما في الحقيقة يجب أن تكون يعني وسائل مساعدة وليست أساسية،
ودائما عندما نعتمد على الوسائل التقنيه على حساب الفرد دائما تكون نتائج عكسيه. لذلك نجد اليوم فرنسا انفلات امن كثير، نجد انهم عندهم معلومات، عندهم اشخاص معروفين يتابعون التقنيه، ولكن دائما نشوفوا ليس هناك تغطيه امنيه 100%، ودائما تحدث خروقات خطيره جدا في عاصمه عاصمه باريس، وهي ضربه يعني ليست بالهينه سواء عمليه فيجي بيراف ولا الانتشار السطحي للقوات من الجيش ولا الدرك ولا الشرطه الفرنسيه. نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العقيد على كل هذه التفاصيل. أتحول إلى الأستاذ بن صايم بونوار. حادثة أمس ستؤثر لا محالة في الجولة الأولى والجولة الثانية من الرئاسيات الفرنسية. بداية، حادثة شانزليزي من تخدم أكثر؟ هل ستخدم مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف وهي التي استغلت هذا الهجوم والتي تطرح أفكارا قومية متطرفة وعنصرية ضد المسلمين والعرب، أو ستخدم فرانسوا فيون أو إيمانويل ماكرون أو حتى جون لوك ميلانشون؟ من دون شك أستاذ محمد أن جميع الأعمال الإرهابية أو التطرف بشكل عام لا يخدم سوى الحركات السياسية المتطرفة، وإن كان بنسب متفاوتة. فمن الصعب جدا الحكم منذ الآن حول كيفية تأثير الاعتداء الإرهابي بالأمس في باريس على مسار الانتخابات الرئاسية، ولكن بشكل عام يمكن أن نقول بأنه يصب في صالح الاتجاهات اليمين، لا سيما اليمين المتطرف. بشكل عام أقول أن الأحداث الإرهابية التي عاشتها فرنسا منذ سنتين، أعتقد منذ 2015 و2016، والتي تسببت في مقتل ما يقارب 240 مواطن فرنسي، قد قوت القاعدة الانتخابية لليمين بشكل عام، وهو الذي أوصلها إلى هذه النسبة من في استطلاعات الرأي من نيات التصويت. هل سوف تتمكن هذه الحركات المتطرفة، أقصد مارين لوبان أساسا، من استقطاب المزيد من الناخبين، لا سيما في ظل الحديث عن وجود نسب كبيرة من الناخبين الفرنسيين الذين لم يقرروا بعد، حوالي ثلث الناخبين لم يقرر بعد على من سوف يصوت. في هذه النقطة ربما أستاذ بن صايم، لم يسبق للانتخابات الفرنسية في ظل الجمهورية الخامسة أن شهدت رئاسيات وحملة انتخابية فيها غموض كبير، ربما توقعاتكم للجولة الأولى يوم الأحد القادم؟ أكيد هي انتخابات استثنائية جدا، لا سيما في ظل وجود مرشحين للمرور للدور الثاني لم يسبق لهما أن مارسا الحكم بطريقة مباشرة في أحزابهما، ولا سيما أيضا في ظل ظروف دولية تتسم بصعود اليمين، لا سيما أيضا بعد انتخابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفوز ترامب بالرئاسة الأمريكية. أعتقد أن ماكرون ومارين لوبان هم الذين سوف يمرون الى الدور الثاني. شكرا جزيلا لك الاستاذ بن صايم بونوار، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه من تلمسان، حدثنا عبر الهاتف.